اهلا اهلا، الاكل حلو بقى النهارده، لان اكل حلو مع الشيف اللي ايه بتعمل كل حاجه بالمظبوط زياده عن اللزوم، كل حاجه في حياتها مظبوطه. شعرك عاجبني قوي، هو كيرلي كده. ماشي. انت لو انتي اول مره في حياتي اعمل كده. ما انا عايز اسالك بقى، يعني رحتي للكوافير ولا في البيت؟ لا لا، كوافير طبعا. والله بص، هي الكوافير بتاعنا بتاعنا وبتاع العيله بتاع مامي. خشي يمين سنه بس كمان بس كده. ها قولي بقى. الكوافير بتاعنا بتاع مامي محمود، هو بيحب شغله جدا جدا وشاطر فيه خالص، فانا بروح له مره في السنه مثلا او مره كل سنتين يقص لي شعري، وحتى مش بختار القصه، بقول له شوف انت عايز تعمل ايه، بس بيطلع حاجات وايه اللي كويسه. خلاكي تلوني المره دي؟ تغيير. قليل عليكي جدا على فكره. ميرسي. هو بس هو صغرك اوكي، صح؟ مش عارف. انا عايز اقول لك حاجه، البريسز ابتدت تعمل شغل، اصل شكل هنا عندك اتغير. اوكي، انا تقلي كده. انا طبعا دروسي بتطلع على بعضها، ده انجاز كبير. طب قولي، وانت بقى اللي اخترتي اللون آه لا، هو برضو. هو وانت طبعا استحاله الحاجات دي تعمليها في البيت. مش نو طبعا واي. طبعا. ليه ما عندكيش خلق ولا مالكيش مزاج؟ لا، هبوظ الدنيا طبعا. طب ازاي وانت في الاكل؟ ما هو الصبغه دي مقادير خلاص، اوكي. والاكل مقادير، فانت يعني حتى الاكل وانت بتعملي هنا ما بتوسخيش الرخامه نقطه، فلو عملتي في البيت مش ليه؟ مين قالك ان انت هتعكي؟ لا يعني انا بوظت كام كيكه عبال ما اعرف اعملها كويس. فانت خايفه على شعرك تبوظه؟ احرقه واعمله. شطوره. ابنك عرفك ولا اتخض؟ لا لا، عارفني. طب يجيبك من شعرك الاول، دلوقتي مش عارف يجيبك من شعرك. يا علي معلش معلش، ماما قصت شعرها. بس عاجبه كل شويه كده. اللي هو ايه ده، مين الست دي؟ طب النهارده اكلنا ايه؟ النهارده عاملين جناحات فراخ بطريقه اسيوي لذيذه جدا بالصويا صوص، وعاملين معاها رز بجوز الهند. اوه، انا افتكرته رز مفلفل، اللي هو حبايه، اللي هو الشنجان ده. ما احنا عملنا كده. هو ده؟ بس حطيت له فيه كمان جوز هند. اوكي، ما هذا؟ ودي كيكه بليس افندي. اوه، يا حلاوتك يا استفندي، يا ابن عم البرتقال، يا حلاوتك في الجنينه وانت طالع في الغيطان. انت عارفه حكايه يا استفندي؟ لا. ايام خديوي من الخديويات. أوكي. كان بيطلع بعثات وحاجات زي كده، ففي استاذ يوسف، يوسف افندي؟ راح في بلد ما وجاب يوسف افندي وزرعه، فسموه يوسف. يعني من يمكن 150 سنه ما كانش قبل كده في يوسف افندي في مصر. واو. انا عرفت بقى القصه دي منين؟ منين؟ من استاذه لميس جابر، وحكايات لميس عندنا هنا في قناه الحياه، بقعد اتفرج عليها وانا منبهر من كم المعلومات الحلوه التاريخيه اللي بتقولها. وهتلاقي الف سلامه وتحيه طبعا. ايه؟ مبسوطه؟ مبسوطه جدا. طيب يلا نقول المقادير. أجنحة الفراخ بالطريقة الآسيوية. أوه. عندنا كيلو أجنحة فراخ، وتلت كوباية صويا صوص، وربع كوباية عسل أسود، ومعلقتين كبار خل، ومعلقة صغيرة ثوم مفروم، ومعلقة ونص صغيرين جنزبيل مفروم، وبصلتين خضر مفرومين، بس احنا فصلنا الحتة البيضة عن الحتة الخضراء، ومعلقتين كبار سمسم. سهل جدا، مش عايزة أقول لك قد إيه. هنجيب مقادير بتاعة الصوص وهنحطها كلها سوا على النار، اللي هي ايه بقى مقادير الصوص؟ عندنا يا استاذ شريف. ايوه يا استاذ. الصويا صوص، هنجيب هذه السباتشولا. هتحطي كله؟ هنحط كله. ماشي. هكذا، وهنحط عليه العسل الاسود. عسل اسود. اوكي. وبعدين هنحط عليهم الحته البيضة بتاعت البصل الاخضر. مش الشراشيب. ماشي. وهنحط عليهم الثوم والجنزبيل. بقول لكم ايه، الصوص ده يجنن. جربوه. كذا، يجي الجنزبيل الفريش. طبعا طوصل. يعني لو حد ما عندوش جنزبيل فريش ممكن يعمل جنزبيل باودر، ما يجراشي. وده ممكن يتحط مع اي حته فراخ، الصدر، ورك، اي حاجه، بس مع الورك هيبقى حلو طبعا. نحط بقى الحاجات دي على النار ونقلبها كده لغايه احكي لنا معلش تاني تتقلب. ايه هم دول؟ حطينا الصويا صوص وعسل اسود وثوم وجنزبيل فريش والحته البيضة بتاعه البصل الاخضر. هنقلب الحاجات دي على النار لغايه ما تتقل كده وتبقى كلها عامله زي قوام العسل الاسود. اوكي. بعدين هنجيب بوله هنا نحط فيها الاجنحه الفراخ بتاعتنا.
اقلب انا دي على النار ولا خلاص كده؟ ماشي. اه حلو كده. تعالي اجنحه. تفتكري انا لو كنت شيف كنت هبقى شاطر؟ اه طبعا طبعا طبعا. ليه؟ عشان الموضوع محتاج حاجتين. اول حاجه سنس فني وانت عندك ده. تاني حاجه محتاج التزام ودقه وانت عندك ده برضو. بس حلو كده يا استاذ شريف. تمام. الشيف لازم يكون ملتزم في كل حاجه هو طبعاً. بالذات النظافه. بص عايزه اقول لك ان الموضوع ده كان بالنسبه لي في الاول صعب اول ما بدات علشان انا انسان مهرجل جدا في حياتي عامه. فقعدت كتير يعني بسترجل يعني بعاني ومدرسيني بيعانوا معايا. شيف خالي اللي علمني كان يعني يشد في شعره مني فعلا. اه بس اتعلمت نظام من الشغل بقى وانعكس على بقيه حياتي. هو انا منظم زياده عن اللزوم ده حقيقي. ماشي. هذه الخلطه اللذيذه بعد ما قعدت على النار وتقلت هكذا هناخد نصها بس ونحطه على اجنحه البدياج. اوكي. واحد بول اكبر. ماشي يا ريت. انت لازم تشوفي صحابي او حد يعني صحابي. انا صحابي اللي بيجوا البيت كتير كل ما يقول يقول لي ايه نفسي مره نخش نلاقي اوضتك مكعبله. قلت له ايه ده مش هيحصل ابدا. مامتك اكيد فخوره جدا بيك. اه جدا. هنحط دول كده اهو. خلي بالك انا احب اوضبها بنفس الاوضه. يا سلام. طبعا. عايزه ايه دلوقتي؟ هنحط بقى الخل. احنا ما حطيناش خل هنا عشان يعني يفضل طعمه لسه كده قوي وحلو. هنحط خل على الاجنحه وبعدين هنحط نص كميه الخلطه دي. طلعت قليله ولا ايه؟ لا لا بالعكس كويس قوي. خلي بالك هي قويه جدا. اه. مركزه يعني. نصها بس. ايوه. يلا. وهنقلب دول. عايزه اجيب لك جوانتي؟ استني. ممكن احطها هنا. اوكي. استني. بس خلي بالك عشان سخن. لا ما زميله بيرد. ونجيب صينيه فرن. لسه هنقعد بقى ايه. انت بتحب الفراخ اكتر عامه ولا اللحمه في المطلق يعني؟ لا مش فارقه على حسب. انا بحب السمك بصراحه. انا بحب السمك اه طبعا جدا. لحمه بقى فراخ اللي موجود حسب الميزانيه. مش حلو قوي. ممكن بقى ترسم لنا هنا في هذه الصينيه. اهو. هو انت جايبه كام كيلو اجنحه؟ انت كيلو. يعني دول كيلو؟ باللي انت عاملاه هناك؟ لا دول الكيلو بكام؟ فاكره؟ بحوالي 45 جنيه. 45 جنيه؟ اوكي. كيلو كام قطعة بقى؟ واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشرة حداشر اتناشر تلاتاشر اربعتاشر خمستاشر قطعة. الكيلو اجنحة الفراخ 15 قطعة؟ ده كيلو مقفول صح؟ اوكي. 15 قطعة. طبعا يفضل احنا نسيبه في التتبيلة دي. حط ده؟ اه. يفضل نسيبه في التتبيلة دي يعني كتير. كل ما كان اكتر كل ما كان احسن. اوكي. فاحنا هندخله فرن 180 وهو بقى في الفرن كل 10 دقايق هنفتح عليه ونروح جايبين بقى شوية التتبيلة اللي احنا محوشينها دي ونيجي بالفرشه ندهنه كده من فوق وبعدين ندخله في فرن. هو بيقعد قد ايه اصلا في الفرن؟ يعني ممكن يقعد 25 دقيقه نص ساعه. فرن 180 كل 10 دقايق نفتح ندي كده ايه فرشه كده هيبقى بيلمع كده وستيكي كده ولذيذ. ريحه الفراخ من الحاجات اللي طعمها حلو. اه فعلا. انت عارف ليه بقى طعمها حلو؟ عشان الفرخه ما بترفرفش. بالعكس هي في الحقيقه بترفرف. ان كل ما العضله اتحركت اكتر كل ما كان طعمها الذ. يعني مثلا ليه الموز الذ من عرق الفليتو؟ ليه؟ عشان عرق الفليتو موجود في ظهر البقره. ما بيتحركش. اه مش بيتحرك.
انما الموز بتتحرك كتير باستمرار ولذلك هي اطعم. نفس الحكايه بالنسبه للورك والصدر والجناح. ليه الجناح والورك طعمهم ألذ من الصدر؟ علشان بيتحركوا باستمرار. انا بقى ما بحبش صدور الفراخ دي ابدا. ولا صدر الديك الرومي، انا مش عارف ازاي الناس بتاكله، حتى بيبقى اغلى دايما. ليه؟ انا مش عارف. ايوه انا معاك. سبحان الله. يعني ما اولا بيبقى ما اعرفش ناشف كده ما اوكي. طبعا الوراك الدبابيس، انا بحب الدبابيس جدا. يعني بالنسبه لي الدبابيس دي احلى حاجه في الفرخ. انا معاك جدا. الصدور سبحان الله. والناس بتحب الحاجات الغاليه اللي طعمها مش حلو. طبعا في حاجات مش بفهمها في البلد دي يا جماعه. ماشي. فدول بقى هيدخلوا في الفرن زي ما قلنا حوالي 25 دقيقه على 180. لما يخرجوا بقى هنرش عليهم السمسم والحته الخضراء بتاعه البصل الاخضر ونقدمهم بس. يلا. كده قول لنا بقى مقادير الرز. مقادير الرز كالاتي: عندنا كوبايتين رز مصري وكوبايتين ميه سخنه، وعندنا نص كوبايه جوز هند مبشور، وبصلايه مشقوقه، وفص حبهان، ومسمارين قرنفل، وورقتين لورا. اوكي. بص بقى يا سيدي الفاضل، اتفضل. عندنا جوز الهند ده، وعندنا خلاط عندك، من فضلك حط لنا جوز الهند في الخلاط وادلق عليه الميه السخنه. وانا هنا هحمر. فين الخلاط ده؟ انهي خلاط؟ ياسين حاطط خلاط، نايم نايم على جنبه. تحت. انا هاخد الرز هنا احمصه في شويه زيت، في حين ان حضرتك هتحط جوز الهند وتحط معاه الميه السخنه. هنا الرز الزيت وهنحمصه سوري. انت عايز تحطي ايه في الخلاط؟ هنحط جوز الهند وعليه ميه سخنه. جوز الهند وعليه الميه السخنه ده اهو. جوز الهند كم الميه السخنه قد ايه؟ عايزين احنا ثانيه، احنا عايزين قد ايه رز؟ قد كميه الرز. ميه سخنه عندنا؟ عندنا كوبايتين. دي كوبايه. كوبايه. ممتاز. اقعد اخلط لغايه ما يحصل ايه؟ نعم؟ اقعد اخلط لغايه ما يحصل ايه؟ ميه بس؟ مش عايزه ميه بس. دي الميه اللي هنسوي بيها الرز؟ ايوه. دي بقى لما نجيب ميه جوز هند. صح، لانها اغلى. بالظبط. ودي نصفيها؟ لا هنحطها بجوز هند بتاعها. اوكي. لان ميه الجوز هند اللي بتبقى في علب صفيح دي غاليه قوي. غاليه جدا. جدا. طبعا هي مش زيها بالظبط يعني، بس بديل كويس. مش مش هنقعد دلوقتي، استني ثانيه. مش عشان احنا فاكر عايزين نحمص الرز شويه، عايزين نلونه. فهنحطه ونقعد نقلبه شويه. طب انت بتحب رز اكتر ولا المكرونه؟ لا الرز طبعا. طبعا. بيج تايم. بس لحظه. لا انا ممكن المكرونه دي ما اكلهاش خالص. يا سلام. ما عنديش مشكله خالص يعني. انا لا. ممكن اكل كميات لا نهائيه من المكرونه. لا 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 لا. انا رز، انا احب كل يوم اكل رز، ورز بالشعريه. يعني بصي الا الرز. طب هسالك على حاجه، انتوا عيلتكم بتعمل رز بخاري؟ لا. ما نعرفوش ده ايه. انا مستغربه جدا ان ده في عيلتنا يعني حاجه عاديه جدا رز بخاري، واكتشفت الناس كتير قوي ما تعرفوش. فانا مش عارفه هل هو اختراع من جدتي مثلا ولا هو ايه. احنا عمرنا ما عملناه. بس احنا بنعمل رز بالشعريه ده على طول. والرز الابيض اللي هو مع الملوخيه ومع الشركسيه. بس انا ماليش فيه قوي برضو. اوكي. وبنعمل ابويا بيعمل طاجن رز معمر. يا الله. ممكن اكل الطاجن لوحده كده. ما حصلش في جماله. واو. طب بتعملوا الكشري اصفر؟ مش كشري. ولا الاصفر ولا المصري العادي؟ نادر يعني، كل خمس سنين مثلا. انا احكي لك حكايه بتضحك. انا عيلتي ما بتحبش الكشري المصري خالص، اللي هو فيه عدس ومكرونه وكده. فكان بالنسبه لي انا طول وانا بكبر كلمه كشري يعني اللي هو كشري اصفر اللي هو رز وعدس. اكتشفت ان هو لا. لا بس انا عايز اقول لك حاجه، هو طبعا احنا بيتنا مش مقياس في الاكل.
يعني احنا في كمية اكلات عمرنا ما عملناها في البيت بالعبيط. يعني احنا عمرنا ما عملنا بط ولا وز ولا حمام ولا ارانب. ارانب يعني كل 5 سنين مرة ممكن يعملوها كده. يا نهار. طب حمام؟ لا 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 حمام لا. واو دي حاجة غريبة. لا في كمية اكلات ما بنجي ما بناكلش لحمة ضاني عمرنا برضو. اوكي. لا في اكلات الناس بتحبها وبيعملوها دايما احنا عمرنا ما عملناها. انا في حاجات برضو طالما مجبتين الفسيخ مثلا. لا دايما رنجة فسيخ. احنا رنجة يعني الفسيخ في شم النسيم بيجي لنا مع جاهز الغالب روبا اللي بتقوم بالواد. ايه كمان؟ الكوارع ما دقتهاش غير بره برضو. والعكاوي والحاجات الراس والحاجات الحلوة دي. ابويا بيحب الكوارع بس بنعملها بره مرة في السنة. اوكي. لا احنا اكلاتنا بصي احنا اهم حاجة عندنا في الاكل اليومي الخضار. اوكي. ومفيش نوع خضار ما بنحبهوش يعني. كل اصناف الخضار بنحبها. حلو. اوكي. بس بنفضل نعمل الخضار في الموسم بتاعه. يعني احنا نحب مثلا سبانخ في الشتاء مثلا. مش بنحب السبانخ، الخرشوف، الكوسة، البسلة. ايه قولي كده. فاصوليا ناشفة جدا. خبيزة مش بنعملها كتير. فاصوليا ناشفة، فاصوليا الخضراء بموت فيها. بموت فيها انا كمان قوي. مع الرز اللي بالشعريه. ولو بقى في لحمه او فراخ او اي حاجه ممكن يعني معديه. وطبق سلطه. بس انا كل يوم لازم اكل خضار. اتعودت على كده. مسقعه. باميه. بس في ناس بقى ما بتاكلش خضار خالص. في بيوت ما بتجيبش الخضار. العيال ما بيحبوش ولا الشباب بيحبوا الخضار. صح؟ صح. بس انا مؤمنه ده عشان يعني ما هو ما تعرضلوش كفايه يعني. بص لاحظت الموضوع ده في علي ان اول ما بدا ياكل لازم اعرض عليه الحاجه كذا مره علشان يقبلها. يعني مش بتيأس من اول مره. يعني مش معنى ان هو رفضها مره ان هو كده رفضها للابد. لا ممكن تعرض عليه تاني وممكن مره في مره هيقبلها. ومش بالغصب يعني. بس تعرض لا عليه. لا انا عمري ما كلوني حاجه بالغصب بس. انا ببقى مستمتع وانا باكل الخضار. يعني الخرشوف بموت فيه باللحمه المفرومه. في ناس ما تطقش كلمة خرشوف. ولا عمرهم عملوه ولا جابوه. يعني بصي احنا لو بصينا للناس اللي بصي اللي معانا هنا في خلف الكاميرات. انا هقول حاجة وكل حاجة هقولها ترفعوا ايديكم ولا لا. مين هنا بيعمل في بيته خرشوف؟ بصي. زيرو. مين بيعمل في بيته سبانخ؟ اوكي. واحد اتنين في سبانخ. اوكي. لا ده الأغلبية سبانخ. مين بيعمل بسلة؟ مش بطال. فاصوليا خضراء. فاصوليا ناشفة. اوكي. مسقعة. اوكي. ايه يا برضه؟ قلقاس. 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 مش كله. قلقاس شريف. شوية شوية. عداوي. ثلاثة أربعة قلقاس. قلقاس. ايه كمان؟ خبيزة. خبيزة؟ لا هتلاقي. خبيزة. في خبيزة. طب معلش انتوا ما بتعملوش خرشوف خالص؟ كلكم؟ مفيش حد يعمل خرشوف؟ ليه ما بتحبوهوش ولا هو ايه مشكلته عايزها؟ مين؟ انت بتحبه؟ اوكي. ايه ناقص ايه في الخضار؟ باميه. باميه؟ طيب طب استني نشوف برضو الناس اللي معانا. كوسه. كوسه؟ اوكي. طيب استنوا بقى. رز. طب نزلوا ايديكم. مكرونه. طب اللي بيحب الرز اكتر من المكرونه يرفع ايده. بصي اقليه. اللي بيحب المكرونه اكتر من الرز يرفع ايده. لا نص بنص. 50-50. ايه كمان؟ طب عيش بلدي ولا عيش شامي؟ لا عيش البلدي يرفع ايده. عيش البلدي يرفع ايده طبعا. عيش الشامي يرفع ايده. واحد. ايه ده والله؟ اوكي. ايه كمان عايزه تعرفي؟ ده يوريكي. طب استنوا. الصدر ولا ورك؟ مين؟ صدر ورك. مين بيحب صدور الفراخ؟ ولا حد. يحب يحب. ده بيتنطط. مين بيحب وراك الفراخ؟ بتفهم. طيب مين بيحب الكوارع؟ طب مين بيحب الكشري اللي بالعدس الاصفر؟ مين بيحب الكشري التاني؟ عدس اسمر؟ اوكي نايس. بس اللي فوق مسخسخ روحه ما تضحك.
انت عارفه كمان احنا بنعمل ايه بقى؟ ايه؟ في البيت حلو قوي؟ نسينا صينيه البطاطس. طبعا طبعا. حلو قوي. احنا بقى بنعمل مش عارف بيعملوها ازاي بس بيعملوا عندنا، انا كل يوم لازم اكل بطاطس محمره اللي هي زي الشيبسي دي. ايوه. بيعملوها حلوه قوي. مش انا نفسي افهم ليه بتطلع احلى من اي حته. بيظبطوا استا بقى. استا. طيب بص بقى الرز هنا بقى واحده وواحده كده. فده اللي احنا عايزينه بالظبط. هذه المرحله ثانيه واحده هنحط بس الورق اللورا والحبهان والقرنفل وهنحط البصلايه المشقوقه هذه. اوكي. اوكي وهنقلبهم كلهم على الرز. في برضه حاجات عمرنا ما عملناها في بيتنا مثلا المقلوبه المكدوس. الحاجات دي برضو يعني عرفتها بقى لما كبرت من الريسيرش وكده وبقيت اعملها وبس عجبتهم يعني. ايه تحفه بقى؟ ايه؟ الكشك. كشك المزيه. هو الالمازيه ده اللي هو ايه؟ يعني اللي هو مش كشك صعيدي. لا مش صعيدي، كشك المزيه. بنعمله بجد حلو ومعاه بقى البصل المحمر. محمر ومقطعين فيه الفراخ. لا بتبقى لوحدها. اوكي. ومعاه رز ابيض. ونعمله فته. طب بتحطوا جواه رز؟ لا ما بنحطش. لا ما بنحطش جواه رز بس انا بغرفه على الرز. يعني طب هسألك على حاجة بقى عشان برضو اكتشفت ان احنا بس اللي بنعملها، بتعملوا عدس مغروف؟ يعني ايه؟ شوف احنا عندنا طبق يعني بناكله كتير جدا في البيت عندنا اسمه عدس مغروف. بيبقى عامل زي شوربة العدس بس سميك وبيتقلب فيه ساعات شعرية وساعات رز زي البصارة، قوامه زي البصارة بالظبط. لا احنا بنعمل بصارة حلوة قوي بس لا انا مش عارف احنا ما بنعملش عدس اصلا. اوكي لا احنا بنحب العدس جدا بصراحة، عدس بجبة والعدس الاصفر الاثنين. طب انتوا بتدمسوا الفول في البيت؟ لا احنا بقى بندمس الفول في البيت. ده انا احب ريحه البيت اخش كده الاقيهم ايه مدمسين الفول. في الاول كانوا بيقولوا على البريستو فيستوي بسرعه، دلوقتي لا بيحطوه على النار كده دماسه. لا مش في دماسه، مش عارف بيحطوه في حله عادي. اوكي بس طعمه شنيع في جميله طبعا. ماشي دلوقتي هنحط بقى الميه اللي بجوز الهند دي كلها. عايزه ميه تاني؟ نعم. ونحط بقى الملح وهنغطي بقى ونسيبه يستوي اكننا بنسوي رز عادي. في الحقيقه الميه اتبخرت فاحنا هنحتاج ميه تاني، معلش انا غيرت رايي. شامم الريحه تجنن. نشربه على طول. الله ايه الموضوع ده؟ عطشان عطشان تعال اشرب. ماشي بس خلاص ونغطيه كاننا بنعمل رز عادي جدا جدا جدا، هيطلع طعمه خطير. بس انا بقى في حاجات ما اعرفش اتغداها، يعني ما اعرفش اتغدى مثلا همبرجر. مش كفايه تحس يعني مش يعني ازاي هتغدى ساندوتش همبرجر؟ ما اعرفش اتغدى بيتزا. لا لا دي ممكن اتغدى بيتزا جدا. ما انا قلت لك ان الغدا عندي يعني ايه؟ بصل اخضر. لا الغدا عندي رز وخضار. او خضار غموس اغمسه. يعني انا مثلا بالعيش الباميه احب اهرسها واعصر عليها ليمون واغمس. ملوخيه بالعيش طبعا. لا الملوخيه ماليش فيها قوي. القلقاس احب اهرسه. انا كمان. ارنبيط. يا خرابي على طبق الارنبيط. بحبه قوي بحبه قوي. عايزين مين؟ ملوخيه ماليش فيها. مين هنا بيحب الارنبيط؟ ما انا برضو اول ما اخش الشارع بسمع الصوت بحس بيكو. طب ارنبيط بالصلصه ولا ارنبيط المقلي؟ اثنين. طب وبتحبي اي نوع محشي اكتر؟ محشي ورق عنب طبعا. طبعا انا كل انواع المحشي بحبها. طب احنا كده هنسيبه؟ خلاص هنغطيه ونسيبه. هيطلع زي ده هنغرف معاه ايه الفراخ. احكي كده لغايه دلوقتي عملتي ايه؟ عملنا اجنحة الفراخ بالطريقة الاسيوية بالصويا صوص وعملنا رز بجوز الهند. ثانك يو ثانك يو ثانك يو. وبعد الفصل هنعمل الكيكة. كيكة اليوسف انش. يلا بس هنسمع. هنسمع ايه يا مؤمن؟ هنغني الهوا هوايا. الله للعدليب عبد الحليم حافظ. نسمع جزء منها من مؤمن خليل بعد كده فصل. بعد الفصل نرجع لكم نعمل الكيكة مع منى صبحي. خليكم على سماحته مزيكا. Oh,
هنعمل كيكه اليوسفندي. يوسفندي بالانجليزي اسمه ماندرين. في ماندرينز وفي تانجرينز. ماندرينز تانجرينز، ايه الفرق بين الماندرين وكليمنتاينز؟ مين يا اختي؟ كليمنتاينز ده ايه ده؟ اخوهم برضو، ابن عمهم. ده اللي هو ايه بجد؟ في حاجه اسمها كده؟ اه بقى عارفه في العربي بيقولوا لك كلمنتينا. تبع السربنتينا هو ده؟ اه دوكها. هو دوكها. وعليه ايه من فوق؟ عليه اي ثينك كده برضو باليوسفندي. برضو؟ ده كله يوسفندي في يوسفندي. قول لنا المقادير. عندنا الكيكه كوبايه ونص دقيق ونص كوبايه زبده، كوبايه سكر، ومعلقه كبيره بيكربونات صوديوم او بيكنج صودا، ومعلقه صغيره بيكنج باودر، وثلث كوبايه عصير يوسفندي، ونص كوبايه زبادي، وذره ملح، ومعلقتين كبار خل، ومعلقتين كبار بشر قشر اليوسفندي. للطبقه اللي فوق دي بقى محتاجين 4 معالق كبار عصير يوسفندي، ونص كوبايه سكر بودره. ازاي نعصر اليوسفندي؟ هنضربه في الخلاط ونصفيه. او لو عندنا العصاره اللي هي زي بتاعت عصاره الجزر ممكن برضه. في عفريت عدى من ورا خدها. اوبا با با با. بص يا سيدي الفطر. ايوه. هنضرب الاول الزبده مع السكر. وده من شأنه ان هو يدخل هواء في الكيكه ويخليها هشه وخفيفه. ادي الزبده. وادي السكر. اثناء ما حضرتك بتضربهم انا هقلب المقادير الرطبه على بعض. تختار. ما هي المقادير الرطبة؟ انت عايزهم هيبقوا سائل؟ لا هي الزبدة هتفوقي دلوقتي معاك. المقادير الرطبة عبارة عن عصير اليوسفندي. علي زوط. المقادير الرطبة عبارة عن عصير اليوسفندي وعليه الزبادي، وهنحط عليهم الخل. ونظرا لان احنا مش مستخدمين البيض، فالخل هيتفاعل مع بيكربونات الصوديوم ويخلوا الكيكة ترفع. فانا هنا بقلب الزبادي مع الخل مع عصير اليوسفندي، والحاجات دي هي اللي هتكون المقادير الرطبه بتاعتنا. قلبها كده اهو. حطي على ده بقى. ده هحط عليه نص كميه المقادير الرطبه دي اللي هي عباره عن اليوسفندي والخل والزبادي. هحط نص الكميه بس. ايوه. بقيت المقادير الجافة اللي هي الدقيق، هنحط عليه بش قشر اليوسفندي، وهنحط عليه البيكنج صودا او بيكربونات الصوديوم، وهنحط عليه البيكنج باودر. ادي بش قشر اليوسفندي، وادي البيكنج باودر، وادي البيكنج صودا او بيكربونات الصوديوم. انا ممكن احط عليهم برضو ايه ذره ملح. حلوه بشكل. هكذا. وبرضو نحط نصهم على خليط الزبده اللي بالسكر اللي حطينا عليه نص مقدار المقادير الرطبه. هكذا. في حاجه ثانيه هتحط؟ هنحط بقى النص الثاني وبعدين النص الاخير. ايوه كده ممتاز. النص الثاني. من فتره كده كنت في مكان هاتوني، فقابلت شاف يعني من اللي بيطلعوا في التلفزيون. فبيقول لي مش عارف ايه، قلت له احنا ما بنعملش ولا لحمه ولا بيض ولا فراخ ولا اي حاجات من الحاجات دي. بص لي كده باستهجان، مش عايز اقول استحقار، ما بتعملوا ايه يعني؟ قلت له يبقى اتفرج على البرنامج وشوف شيفاتي بيعملوا ايه بدائل محترمه بدل الحاجات دي. قال لي اه هبقى اشوف. يعني ايه القلطه دي؟ انت مش شايف الدنيا عامله ازاي يا حاج؟ واقف عشان ما يطرطش؟ لا اصل في ناس في البرامج بيطلعوا يعني فاهمه؟
ميت منظرة. ميت منظرة. انت بتتمنظر على المشاهد ليه يعني؟ هو مش ناقصك اصلا. لا ما نتفكر في الموضوع، هو احنا نطلع في التلفزيون اه عشان نسلي الناس، بس احنا المفروض نضيف قيمه في حياتهم، يعني ما يشوفونا يستفيدوا بحاجه. بس هم لما يشوفوا حاجات يعني بالنسبه لهم لا تعني شيء، هتدخل هنا وتطلع من الناحيه الثانيه، فاحنا عملنا ايه؟ مش عارف. لا تعلي. زي برضه مرة قابلت حد يعني جميل مذيع في قناة الماء، فسمعني وانا بقول ان انا لبسي قديم. فهو برضه ليه؟ يقول انت ايه؟ اه بالظبط، قال لي كده، انت ليه طالع تقول ان انت لابس اللبس بتاع من 10 سنين فاتت؟ هو المشاهد هيستفيد ايه؟ قلت له لا، ما هو حضرتك هو هيستفيد اولا ان هو المشاهد فاكرنا احنا بقى عشان بنطلع في التلفزيون وموزعين ومسؤولين، فبنقعد بقى نروح نشتري اغلى الحاجات وكذا وكذا، وهو مش هيعمل كده. وانا فعلا كنت لابس حاجه من 10 سنين، فانا طالع اقول له ان ده عادي على فكره، فمش ضروري نلبس. اي لا بس دي حاجه ما تحسبش ليك. قلت له انا مش بفكر زي حضرتك، ما انا رخي مصلي معاك. مع رخمين. لا مؤاخذه يعني، كويس كده يا شباب، يا ريت تكون سامعني دلوقتي، ما عنديش مشكله اقول اسمه بس هيمنتجوها. كفايه كده. حلو كيكة، مش مفروض تضرب كتير الرحمة عشان ما تعملش عرق. الرحمة. الكيكة تستغيث. ماشي، بعد ما ضربنا الحاجات دي كلها هنروح مفضينها في قالب الكيك. طبعا دي مقدار يعمل كيكة صغنونة تملى قالب الانجليش كيك ده اللي معانا، فهننزلها كذا. ناخد كل الجوانب. اشكرك. ننزل كده اهو، كده اهو. طبعا اي كيكه بنعملها لازم الفرن يكون سخن جدا، ضروري يا جماعه، علشان الكيكه تنفخ كويس، وما ينفعش ان احنا طبعا نفتح عليها عشان ما تهبطش. المفروض كل الناس عارفه الكلام ده عن الكيك، حتى لو ما فيهاش بيض. اه طبعا. ليه بقى هي ليه بتهبط؟ طب خلينا نتناقش، هي ليه بتهبط دلوقتي؟ هي سائله. لما بتنفش في الاول محتاجه انها النفشه دي بتعمل سطح من فوق، السطح ده لازم يتماسك بحيث ان احنا لما ندخل هواء ساقع السطح ده ما يفطسش. اه فعشان كده لازم نقعد مده طويله جدا والفرن سخن بحيث النفخه اللي عملناها دي ما تروحش مننا بعد كده، عشان السطح لازم يتماسك. نفخه بطاله. زي الناس اياهم. اه يلا دخلها الفرن. دخلها فرن 180، هتقعد حوالي ممكن ساعه الا ربع. عشان بقى الطبقة العلوية دي الموضوع بسيط خالص، هنحط السكر البودرة وهنحط عليه عصير اليوسفندي. الله الله، وده هو الصوص اللي من فوق. بالظبط. ونقلب ونقلب. احكي لنا سفرتك كان فيها ايه النهارده؟ النهارده عملنا اجنحة الفراخ بالطريقة الاسيوية بالصوي صوص. وعملنا رز بجوز الهند وكيكة باليوسفندي. شكرا. شكرا شكرا منى صباحي على الاكلات اللي عملتها النهارده الحلوه قوي. مشكوره عليها. خلونا دلوقتي نروح حالا للاستاذ دكتور احمد عوضله مدير مركز دار الطب. خليكم معانا لو سمحتوا.